النوع ده بقى اللي هو النوع الثالث اللي هو السينوفيال جوينتس او الموفابل جوينتس، ودول لا يخلو اي امتحان في اي كليه من كليات الطب في العالم الا لما يجي في السينوفيال جوينتس. في الاثنين سلايدز اللي جايين دولت انا هشرح لك السينوفيال جوينت، تركيب السينوفيال جوينت، وبعدين بعد كده هنتكلم على تقسيم السينوفيال جوينت. طبعا دي مهمه، تركيب السينوفيال جوينت وبرضه تقسيم السينوفيال جوينت مهم. فتركيب السينوفيال جوينت ادي اول حاجه، السينوفيال جوينت اللي هم كمان السينوفيال جوينت الاثنين اللي فاتوا اللي هو الفايبر جوينت والكارتيليجن جوينت ما كانش فيهم موفمنت. النهارده بقى السينوفيال جوينت دول اللي هم زي ار فريلي موفابل جوينت، دول الجوينت اللي بتحصل عليهم الحركات بتاع الجسم كلها، ودول بيشكلوا معظم الجوينت المفاصل بتاعت الايه الجسم. فقال لك ايه، عايزين الاول تركيب السينوفيال جوينت. خد بالك الصوره دي ممكن تنزل لوحدها ويقول لك حط لي البيانات عليها، او يقول لك قول لي تركيب السينوفيال جوينت. في هذه الحاله هتقول له تركيب السينوفيال جوينت، هترسم له الرسمه دي وتكتب له الكلام اللي هيطلع بعد كده على الشاشه. فنشوف الاول السينوفيال جوينت اللي هو تركيب السينوفيال جوينت، ادي بون وادي بون، ادي واحد. نيجي العظمتين دول عايزين يتمفصلوا مع بعضهم، ربنا يغطيهم من بره هنا بفايبرس كبسول وهنا فايبرس كبسول، ادي تاني حاجه. نمر التلاته، العظمه دي والعظمه دي، ربنا يروح مغطي عشان العظمتين ما يحكوش مع بعض، ربنا يغطي دي بكارتليج ودي كمان كارتليج، دي اسمها ارتيكولار كارتليج ودي الثانيه دي اسمها ايه ارتيكولار كارتليج. مية. نيجي بقى بعد كده نلاقي الفايبرس كبسول ده اتبطن من الداخل بممبرين اهو، ادي الممبرين اهو، ده اسمه سينوفيال ممبرين، وده كمان ايه سينوفيال ايه ممبرين. سينوفيال ممبرين ده مبطن الكبسول وينعكس على العظم، بس في حاجه يقف الممبرين ده يقف عند الكارتليج، يمكن مش واضحه في الرسمه، بس اوعى وانت بترسم في الامتحان توصل الممبرين ده السينوفيال ممبرين تغطي بيه الكارتليج، لا سينوفيال ممبرين يقف هنا ويقف هنا، سينوفيال ممبرين ده برضو يجي هنا مبطن الكبسول ويقف هنا ويقف هنا. يبقى ده تركيبه السينوفيال جوينت. سينوفيال جوينت عباره عن بون كبسول، فايبرس كبسول، فايبرس كبسول، ارتيكولار كارتلج، ارتيكولار كارتلج، سينوفيال ممبرين، سينوفيال ممبرين، وهنا فلويد ده اسمه ايه سينوفيال ايه فلويد، وتوقف الممبرين لحد هنا وتوقف، ما اوعى تغطي الارتيكولار كارتلج بسينوفيال ايه ممبرين. نيجي وبعدين هنا السينوفيال ممبرين ده بيفرز كميه قليله قوي من فلويد اسمه سينوفيال فلويد عشان يسهل حركه العظمتين دول على بعض، يعني العظم ده هيتحرك، دي هتتحرك ودي هتتحرك، يوم تتسهل حركه العظمتين دول على بعض. ده التركيب البسيط للسينوفيال جوينت. يبقى they are freely movable joint. The articular surfaces are covered with hyaline cartilage. ادي الارتيكولار سيرفيس اهي covered with hyaline cartilage. The joint involved by fibrous capsule. الجوينت متغطى بفايبرس كبسول. The capsule بيقول لك الكبسول دي ممكن تكتبها وممكن ما تكتبها. كبسول is occasionally thickened in a capsular ligament. يعني في ساعات المفصل ربنا عايز يقويه فيتخن الكبسول في حتت، دي بيسموها كبسولار ليجامنت، او ساعات الليجامنت توصل جوه تبقى موجوده جوه الكبسول، دي هنشوفها بعد كده يعني ايه، بس ده ممكن ما يتكتبش في اجابه السؤال الاول اللي هو تركيب السينوفيال جوينت. The inside the capsule is lined by thin synovial membrane. جوه الكبسول متبطن بسينوفيال ممبرين. الحته بقى دي جايب لك ايه، بص the membrane covers also the non-articular part of the bone but leaves the articular surface uncovered. يعني اي حته هتتمفصل دي ودي هتمفصلوا عن بعض ما يتغطاش بالممبرين. دول النون ارتيكولار بارت، الحته دي مش هتتمفصل مع حاجه من العظمه دي، والحته دي من العظمه دي مش هتتمفصل مع حاجه، يبقى دولت ممكن يتغطوا بسينوفيال ممبرين، لان لو دي اتغطت بممبرين دي ممبرين تبقى كارثه. الممبرين ده كل ما تحط ايدك عليه يطلع فلويد،
لو طلعت فلويد المفصل ده لازم يبقى فيه شويه ميه صغيرين قوي، ما يبقاش كتير. النهار لما يبقى فيه ميه كتير في المفصل، المفصل هيبوظ. فانا ربنا يروح مغطي لي يجي لحد الارتيكولار سيرفيس دي ويقف الساينوفيال ميمبرين، وهنا يقف الساينوفيال ميمبرين، يبقى ذا ساينوفيال ميمبرين سيكريت ساينوفيال فلويد. يبقى خلينا نلخص الحته دي، تركيب الساينوفيال جوينت بالصوره البسيطه اللي هتنزل في الامتحان. بون ارتيكولار كارتليج، ارتيكولار كارتليج، فايبرس كابسول ساينوفيال ميمبرين، وده اسمه ايه؟ ساينوفيال ميمبرين. والخط بتاع ساينوفيال ميمبرين اوقفه هنا، والخط بتاع ساينوفيال ميمبرين اوقفه هنا، وخلي دي الخضرة دي الخضرة دي خضرة من غير اي حاجه، وحط هنا ساينوفيال ايه فلويد. بص بقى، عايزين بقى الساينوفيال جوينت بيحصل فيها تحورات بقى بالحسب نوع الجوينت. اول حاجه انا قلت لك الليجامنت، ادي ساينوفيال جوينت الاصلانيه، ودي احسن تركيبه. شوف ساينوفيال ميمبرين وقف لحد هنا، ساينوفيال ميمبرين وقف لحد هنا، ساينوفيال ميمبرين وقف هنا، ودي بقت ارتيكولار كارتليج، ودي ارتيكولار كارتليج، وادي دي تيبيكال ساينوفيال جوينت. تعالى بقى ساعات تحصل بقى جوه الساينوفيال جوينت بعض الايه الزيادات. اول حاجه يحصل ليجامنت بالداخل، ادي ليجامنت وتر او تاده اهي جوه المفصل عشان تقوي المفصل زياده، ماشي. ده مفصل الني جوينت، المفصل الركبه. ساعات يطلع منيسكس، حته كارتليج وحته كارتليج اسمها ايه؟ منيسكس. دول انا ما يهمنيش، دول ده ليجامنت دي اسمها انترا كابسولار ليجامنت، وليجامنت اللي بره دي اسمها اكسترا كابسولار ليجامنت. هنا دي كابسولار ليجامنت، اللي هي الليجامنت اللي هنا ده كابسولار ليجامنت، وهنا انترا كابسولار ايه ليجامنت. مالناش دعوه بالكلام ده كله، دي منظر لصوره للمفصل من الداخل. لكن انا خليني في القطاع ده اللي هو السيمبل ساينوفيال جوينت. سيمبل ساينوفيال جوينت، بون ارتيكولار كارتج، ارتيكولار كارتج، فايبرس كابسول ساينوفيال ميمبرين، وده كله ساينوفيال ميمبرين، واللي جوه دي ساينوفيال ايه فلويد.